من جانب آخر وفي الشأن المحلي أيضا، أجرى وزير الخارجية سامح شكري اليوم اتصالا هاتفيا بالسيدة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية. هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن الاتصال تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلا عن تبادل الرؤى تجاه مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود تنفيذ كامل مخرجات الحوار السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن ذي الصلة، وبما يضمن استقرار وازدهار ليبيا ورخاء شعبها الشقيق. كما وجه وزير الخارجية الدعوة لنظيرته الليبية لزيارة مصر في أقرب فرصة، وذلك في إطار استمرار التشاور والتنسيق حيال تدعيم ركائز الاستقرار في ليبيا على ضوء العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين. وقد قبلت سيادتها الدعوة على أن يتم تحديد موعدها في وقت قريب. للمزيد من المتابعة عبر الهاتف ينضم إلينا أستاذ علي طرفاية الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الليبية. أستاذ علي، أرحب بك معنا إذن في هذه الحلقة. أستاذ علي، هل أنت معي؟ نعم، أهلا بحضرتك يا فندم. يعني اتصال هام بين وزيري خارجية البلدين مصر وليبيا، كيف تبعته من وجهة نظرك يا فندم؟ يعني ما فيش شك طبعا ان ليبيا تمثل لمصر الكثير، وتولي مصر اهتمام كبير بالازمه الليبيه، وتبذل كافه الجهود من اجل تحقيق يعني او تنفيذ خارطه السلام في ليبيا وانهاء الازمه الليبيه وعوده الدوله الليبيه. فهناك يعني جهود مبذوله من الجانب المصري على كافه المناحي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اكد على ضرورة بذل كافة الجهود وتقديم كل أشكال الدعم اللوجستي في والخبرات المصرية في كافة المجالات للحكومة الوطنية الجديدة والمجلس الرئاسي الجديد، من أجل يعني تحقيق تطلع الشعب الليبي في السلام والديمقراطية والاستقرار. ما فيش شك ان يعني دعوه السيد وزير الخارجيه للسيده الدكتوره نجلاء المنقوش لزياره القاهره هي جاءت في وقتها، وجاءت عقب زياره للسيد رئيس الوزراء الى ليبيا. يعني كل هذا يعمل في اطار تاكيد العلاقات وتاكيد الدور تأكيد العلاقات المصرية الليبية، وتأكيد أيضا الدور المصري صحيح في المنطقة العربية وفي منطقة البحر المتوسط، من أجل أن يكون هناك تعاون وتبادل الآراء في كافة يعني القضايا وحل كل الأزمات. نعم. التي تشهدها المنطقة، سواء في إطار مكافحة الإرهاب أو في إطار أمن البحر المتوسط. نعم. أو في يعني إطار تنسيق التعاون المشترك بين البلدين. طيب أستاذ علي، يعني كما تفضلت بالذكر أن هذه المكالمة أو هذا الاتصال بين الجانبين أتى تكليلا أيضا للزيارة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، هو 11 وزيرا من الحكومة المصرية إلى ليبيا. ما هي أهم الخبرات التي تستطيع مصر نقلها في هذا الوقت إلى الجانب الليبي؟ يعني ما في شك العلاقات بين مصر وليبيا والتعاون بين مصر وليبيا في المجالات المختلفة قائم منذ زمن. يعني مصر كان لها دور كبير سواء في يعني في 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 يعني في 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 يعني سواء في حتى في المجالات الخدميه كالتعليم والصحه، سواء في مجال البنيه التحتيه، سواء في رسم المدن وبناء المدن الليبيه. هذا الدور المصري في ليبيا قائم منذ حتى العهد الملكي، وتأكد في عهد دور العقيد القذافي الرئيس السابق لليبيا. والآن يعني نحن بحكم علاقة الجوار ما بين مصر وليبيا، ليبيا هي امتداد جغرافي للدولة المصرية وسوق تجاري يعني أيضا بالنسبة لمصر. الحدود المشتركة بين البلدين خلقت فرص كبيرة للتعاون ما بين البلدين، سواء في المناحي الاقتصادية أو حتى في المناحي الأمنية في ظل الظروف يعني التي تشهدها والمتغيرات التي تشهدها المنطقة. نعم. ومن ثم لابد أن يكون لمصر دور في إعادة
يعني بناء الدولة الليبية، صحيح. إعادة تأهيل البنية التحتية، إعادة تأهيل شبكات الكهرباء. نحن نعلم نتيجة الجماعات الإرهابية المنتشرة في ليبيا تضررت شبكات الكهرباء في ليبيا، ويعاني الشعب الليبي يعني من الظلام في ليبيا، وخاصة مع فترات الصيف واحتياج الليبيين إلى الكهرباء بشكل متزايد. لابد أن يكون هناك حلول للأزمات الطارئة التي تفرض نفسها في الوقت الحالي، سواء فيما يتعلق بخدمات الكهرباء وما يتعلق بالصحة بالتعليم يعني تلبية احتياجات الشارع الليبي. كل هذا يعني من الممكن أن تلعب فيه مصر. صحيح. طيب الحقيقة أستاذ علي، عندما نتحدث عن ليبيا ويعني المساعدة المصرية بشكل أو بآخر يعني للوصول إلى حل سياسي ليبي في ليبيا، ده شيء يدعو للفخر، والحقيقة يجعلنا نتذكر يعني ما ساهمت به مصر في استقرار المنطقة العربية. إلى أي مدى أصبحت مصر الآن هي ركيزة استقرار المنطقة العربية والأفريقية يا فندم؟ يعني ما فيش شك ان مصر ومنذ يعني احنا المنطقه العربيه شهدت فتره تغيرات كبيره، وشهدت عمليه خلخله سياسيه في اطار معرفه بثورات الربيع العربي، وكان هناك عمليه تمكين للجماعات المتطرفه على اعتبار انها يعني اداه ضرب استقرار امن المنطقه العربيه، وكان هناك مشروع لاعاده تشكيل يعني المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط على أسس إثنية وثقافية. من هنا كانت ثورة 30 يونيو بمثابة حائط صد لهذا المخطط الذي يهدف إلى تدمير دول المنطقة. وشهدت مصر في ظل القيادة السياسية الجديدة يعني أو استطاعت أن تلعب دور في يعني السياسة الخارجية والسياسة الإقليمية، وهذا هو دور مصر، وهذا هو يعني دائما ما مصر دائما يعني تمارس مثل هذا الدور، واستطاعت مصر أن تكون فاعل في السياسة الدولية وليس فقط متأثر بما يجري من أحداث في العالم، واستطاعت أيضا أن تبني حائط صد كبير ضد المخططات الرامية إلى يعني ضرب استقرار المنطقة العربية، وتساهم وتبذل كافة الجهود من أجل يعني عودة الأمن والاستقرار إلى العديد من الدول التي شهدت حالة من الانفلات الأمني وعدم الاستقرار عقب ما عرف بثورات الربيع العربي. كما نشهد دور مصر في ليبيا هو دور واضح ودور قوي، على اعتبار أن ليبيا تمثل الكثير، سواء بالنسبة للشعب المصري أو للأمن القومي المصري. لعبت مصر دور كبير جدا ايضا في الازمه السودانيه، في لها دور كبير جدا في الصراعات التي تشهدها العديد من دول غرب افريقيا وفي منطقه الساحل الافريقي، لها دور في كل الازمات التي تشهدها المنطقه العربيه، سواء في العراق في اليمن. بالتاكيد فمصر هي يعني قلب العالم العربي، التعويل كله على مصر، ولا بد ان يكون لمصر دور في كل هذه الازمات، ودائما الدور المصري يبرز. صحيح. وأتأكد من خلال وجود قيادة سياسية رشيدة. أنا بشكرك يا فندم، كنت ضيفي عبر الهاتف سيد علي طرفاية الكاتب الصحفي والمتخصص في الشؤون الليبية، شكرا جزيلا لك.